حرة عاود غادي يشوف كي يدير يسلتا دابا كي كي كيقلب على التخريج عاود طوى عاود غادي يطوي شتو كيفاش كيطوي السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على بركة الله اول فيديو هل المستوى الدراسي ضروري في اختيار شريكة حياتك يعني في اختيار الزوجة والله ضروري ولا مش ضروري والله ما يهمني انا الحاجة اللي تهمني عندها الورد عندها ورد تاع باباها مرحبا باباها ما كان حتى مشكل عندها الورد الكرغولي اش كتسنى جواب من الكرغولي شو واحد اللي مشى تونس كيقول لهم جايين نضربوا الدربوكه واحد هنا قال لهم انا خدام في الصحه اش كتسنى اجوبه مزيانه اجوبه بعقله بالنسبه للمستوى الثقافي هل يهمك ولا ما يهمك يهمني الورد الورد هو اللي يهمني واش ندير بالمستوى الثقافي ثم المهم تكون عندها دراهم يكون عندها الورد بارك هبنا ان شاء الله تخرق في عيد العمال انا في خمسه مال ملي خلقت وانا نخي حاب الروبوزي درك شويه واحده عندها الورد ندير حتى كروسه يدزوني ما نمشيش على رجلي ملي كتسولوا على مستوى ثقافي كاين المستوى الثقافي عندكم بعد كراغل كلكم بحال بحال كلكم غنم وراء عبد المجيد كيسرحكم كيما بغى دوزوا الفيديو اخر انا نقولها بكل صراحه وبكل مسؤوليه افريقيا ستظلم نفسها اذا لم تمنح شرف تنظيم كان 2025 للجزائر عاود استاذ عاود عاود انا نقولها بكل صراحه وبكل مسؤوليه افريقيا ستظلم نفسها اذا لم تمنح شرف تنظيم كان 2025 للجزائر هما كيديروا واحد العمليه استباقيه هما عارفين ان ما غاديش تعطيهم هذا الكاف تنظيم ديال كان 2025 وعارفين السبب انكم ما كتستحقوش انكم سديتوا الحدود قبل من هذا الشيء انتم ماشي 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 المنافس ديالنا في التنظيم حنا كننافسوا غانا كننافسوا بعض الدول الافريقيه اللي تقدر انها تزيرنا اما انتم راه كتسناكم الفيفا كما قال واحد الصديق كتسناكم الفيفا غير تساليوا هذا الشان ديالكم هذا الكويس غير تساليوا وتنزل عليكم بعقوبات تقدر توصل للتوقيف 5 سنين ما تنظموا حتى شي حاجه تقدر توصل ابعد من هذا ان انتم هذا الشيء اللي درتوه مع المغرب راه ما داش مرور الكرام والفيفا ما بغاتش تضيع هاد الكويس ديالكم باش ما تقولوش راه ضيعتنا الكويس تتسالي عندكم 5 سنين ما تنظموا حتى شي حاجه وعقلوا على هاد الكلمه هادي عقلوا على هاد الهضره هاد الفيديو عقلوا عليه 5 سنين ما تنظموا والو وكاين عقوبات اخرى تنتظركم تنتظركم بعد الشان ايه كملوا الشان بشويه عليكم العقوبه جايه اش غادي تنظموا انتم اش غادي تنظموا بدوك الكيران اللي جبتو لهم في الشال بالملاحد اللي ما كاينينش في الملاعب الملعب كبير وي كبير والديكور وكذا والناس كيشوفوه ملعب كبير وهذا كاين المزوق من برا شخبرك من الداخل الملاحد ما كاينينش اللي بغى يدوز الطواليت حاشاكم داك الكار ديال الحباسه بدا يهزو حتى يدوز الطواليت في شي قنت يردوا للملعب كيضحكوا لي هاد الكراغل اسمع قال لك عاد اسمع قال لك غادي تنضم غادي تندم الكافي لما نضمناش الكره 2025 انا نقولها بكل صراحه وبكل مسؤوليه افريقيا ستظلم نفسها اذا لم تمنح شرف تنظيم كان 2025 للجزائر غادي تظلم راسها الا عطاتكم التنظيم الا عطاتكم التنظيم فاش غادي تظلم راسها واش عطيكم التنظيم وعارفه ان عندكم مشاكل مع المغرب وكيفاش دابا هي عيات ما تجرى هي والرئيس ديال الفيفا جا ولا المغرب كدا واحد عيط للتبون عيط للقشريحه شوفوا خليو المغاربه يدخلوا واش غادي يبغيو يعاودوا نفس السيناريو في الكان بدا يجي يعاود يقول لهم لا خليهم يدخلوا صافي الناس راه 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 فاهمه كلشي فاهمه انكم كتدخلوا السياسه في الرياضه وزايدينها بداك داك الحفيد ديال داك منضل لا ما كنعترفش به انا باش نعترف بالحفيد ديالو نسيب مول الباش اش كدير انت الحفيد ديال فلان واش كدير انت ما قلتلكش اش كيدير جدك اش كدير انت واش عندك واش انت عندك اهليه انك تطلع تعطي خطاب في الافتتاح ما نضل وما نعرف واش عنده اهليه باش يطلع يعطي خطاب انت جاي جدي فلان واش فهمتي ولا واش الكراغلة ما يفهموش لا لا ما يفهموش دوزوا الفيديو اخر احسن شو الحقد ديال الكراغلة
ركز معايا دابا غادي نقطع الفيديو باش تفهم علاش كنهضروا. هذا اللي هز الدرابو ديال الجزائر حدا الدرابو ديال المغرب، وكاينين الصبليون هازين الدرابو ديال الصبليون. ناد مغربي بغى يغني وقولي على الصحراء المغربيه تقرص، راه بجوجهم كاين هذا، هذا يمكن ماهوش مع البوليزاريو، ركزوا معايا، هذا اللي لابس البيض، وكاين هذا جزائري. سمع الصحراء هذا اللي البوليزاريو هاك الرايه دار نغزو، قال لي سلت الجزائري ديال لي طق طور طوا الدرابو ديالهم. يركزوا معايا في اللقطه انتوما، سمع غير بدا ديك اللي. أغنية صوت الحسن ينادي، هذاك كيشوف كيسل، شوفوا الجزائري مازال ما تأكدش مش يا ارض بلادي ارضك صبحات حرة، عاود غادي يشوف كيدير يسلتها، هذا كيقلب على تخريج، عاود طواه عاود غادي يطويه، شتو كيفاش كيطويه، عاود غادي يطويه حطو تما باش ما يبانش. دابا يسلت، ما عرفتش غادي يسلت ولا يبقى. ارجع عند شو هذا، رجع فاش طوى الدراب، شفتوها ولا لا؟ صافي سال الفيديو عاودناه من الاول، نعاود لكم باش تشوفوه، يتسنى نشرح لكم اش وقع. هاد الجوج غير بدا الاغنيه، هذا عارفها، هاد مول البيض عارفها، دار قال لي سلت 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 سلت. هذا حصل شد درابو، اش ندير ما ندير باش ما يبانش بلا ديال الجزائر، غادي يحيحوا عليا الكبرانات ليه، وقفتي كيغنيو على الصحراء وانت واقف عاجبك الحال، هز درابو ما هزش درابو ديالنا، شو الحقد ديالهم، اش دار؟ دار الدرابو ها باش ما يبانش بلا درابو، ركز معايا. اه الاخر هرب، الاخر مشى بدل هنا، مازال ما عرفش سالك يا صحراء بلادي، هنا صافي عرف، انا عرف بالله راه خصو كيدير يسلت، شوف اش غادي، عاود غادي يطوي، عاود غادي يطوي، غادي يطوي. الكراغل كل كوب واحد بحال بحال، عاود عاد رجع الاخر فاش طوى الضرب. راه ما كملش هذا الفيديو، ما كملش، ما رجع قال لي طططط، مشاو سلتو مشاو خرجوا بحالهم. اش هذا الحقد هذا صاحبي، اش هذا الحقد الكراغل، الله يهديك الله يهديك. ندوز الفيديو اخر، واش نقول لك، راني 10 كيلومتر جاي يا خويا، 10 كيلومتر جاي، هذا جالس في قرعه غاز. لا 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 شوف اسمح لي، ما تجيش 10 كيلومتر، فلوكا وسير للطاليان، راه تعطى فابور للطاليان اصاحبي، سير تستغلوا فابور الطاليان. واش نقول لك، راني 10 كيلومتر جاي يا خويا، 10 كيلومتر جاي، هذا جالس في قرعه غاز. ماشي معنا هذه تاعنا تبدا كل عام، ها من يبدا الشتاء، ها شهر ديسمبر جانفي فيفري، ها دي فوا حتى مارس، ثلاث ايام رايح جاي غير الخدمه لقاك، ما كان والو، جيت البارح ما كاه، زد جيت في الليل ما كاش، جيت الصباح من 7:30 وين هنا؟ لا ما تضيعش الوقت، طاليان طاليان، سيروا للطاليان راه تعطيهم فابور تما، كاين فابور. راح نموت وانا واقف. وانت تقترب من هؤلاء القادم اغلبهم من المناطق النائية، تحس من ملامحهم قبل حديثهم بمعاناتهم مع ندرة المواد الطاقوية والمضاربة فيها في هذا الفصل. غاز. ومضينا الاتفاق اليوم على اساس بداية الدراسة ثم الانجاز في انبوب يكون أنبوب خاص، ماهوش أنبوب مثل الأنبوب الموجود حاليا، لأنه يعني أنبوب سيضم أولا الغاز. هذا صفتو للطريان، جلس أنت بدا ترعد تما أيها الجزائري، أيها الجزائري جلس بدا ترعد، راه شوف غادي نشوفو كي نديرو، نطلقو لكم الغاز، نطلقو لهم الغاز، نطلقو لهم الغاز، نطلقو لهم الغاز. كيترعدوا مساكن ما عندهمش الغاز، لا حول ولا قوة، باش تشوف النية الخايبة، قالوا غادي نقطعوا للمغاربة، المغاربة غادي يبقاو بلا غاز، المشكل هذا قطعوا علينا وبقاو هما بلا غاز، وحنا عندنا الغاز. خلص لاخر هذا الفيديو، شكرا بزاف على الدعم ديالكم، على المستدعى، على الكومنتري، على لي ميساج اللي كوصلونا، تحية كبيرة لكم، السلام عليكم. واعطيوني الحريرة والخبز خور، وشي شوية ديال أتاي، راكي درتي ليا أنت القرار.